كل القصر ده سجن. حقيقي العرج ده استاس، وشك فجر زي ابوكي. تقدري تطلعي من هنا يما؟ وما اطلعش ليه؟ مش بتقولي مش في سجن؟ طب بلاش، تقدري تنامي الليل لو مفيش الجيش المحاوط البيت ده كله؟ جيش يا هبلة، دول حراسات، الناس الكبارات اللي زينا عندهم زيهم. طب بلاش كل ده، مش وحشك باب بيتك يما؟ ده احنا عمرنا ما قفلناه علينا، دلوقتي بقينا عاملين زي اللي لوحدهم في الدنيا. ولوحدك ليه يا روح امك؟ ما انا جايبالك شحط طويل عريض تتجوزيه. انت يا بنت ما بتجربيش لجوزك ليه ولا بتخليه يقرب منك؟ ايه اللي بتقوليه ده يما؟ اللي بقوله قلته قبل كده، واني ما بحبش اعيد الكلام وازيد فيه. اسمع يا عائشه، انا ما عملتش كل ده ولا خططت ولا دفعت ولا عديت العيله كلها عشان عبد الله ولد عمك يبقى كبير العطارين. لا، امال ليه يا ام؟ عشان ولد عائشه بنت زينب العطار يبقى كبير العطارين وانا جدته. بس انت عارفه ان جوازي من عبد الله غصب. غصب ما غصبش حصل، بقى جوزك ولا لا؟ اسمع يا حلوه، انا مش هبوظ الطبخه عشان بقرش ملح دي يطير فيها رجاب. شوفي يا عائشه، أني هسيبك يومين أقول تتجلعي بتتقلي بتعززي نفسك ماشي، لكن اسمع يا عائشة، دي حرب ومحدش هيقدر يوقفني. فكري. بقولك إيه، أنت لازم تبقي حامل وقريب بدل ما تدادي في ولاد الناس خايبة. عاش من شافك يا يحيى. يا ريتني بعرف احاور يا صالح، كنت قلت لك نفس الكلام. لا يا يحيى، من غير ما تقول اللي في قلبك واصل. انا جاي بس عايز اشكرك عشان طلعتك من الحريقه. يعني عادة معلم، انا الشارع علمني ان الدم عمره ما يبقى ميه. لا يا يحيى، الدم بيبقى ميه وميه وسخه كمان. بس انا جاي اشكرك على حاجه تانية، جاي اشكرك على نقله السلاح اللي قلبتوها وقت العمليه. بجد برافو برافو يا يحيى. الشارع علمني برضه يا معلم ان وقع بيت ابوك، خد لك منه قالب. انت ايه، ما بتروحش بيتكو خالص؟ كل حاجه اتعلمتها في الشارع كده؟ الشارع برضه علمك ان القالب ده ترميه في حجر هاشم الدعبي يا يحيى؟ هاشم بس ملوش علاقه بالحوار خالص يا صالح. وبعدين انا ارمي في حجر هاشم قالب احسن من اللي راح قاعد على حجره. طب خلي بالك بقى على كلامك يا يحيى، خلي بالك على كلامك معايا احسن لك، عشان مش صالح العطار اللي بيقعد على حجر حد. قعدت يا ابن ابويا، لا تعيرني ولا عايرك. انت عارف اتجاهك وانا عارف اتجاهي، كل واحد بيشيل شيلته في الاخر وكده خلصانه وبشيك. طب خلي بالك بقى لا تشيل في الاخر كتير. انا صحيح الشارع ما علمنيش اللي علمهولك، بس ابويا الله يرحمه زين العطار علمني ان اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. ياما خرت وياما استحملت وياما دقت على راس طبول يا صالح. بقول لك يا ابن ابويا، يا ريت الزيارة ما تتكررش تاني من غير ما يكون في سبب، ما تخلينيش اندم ان لحقتك من الموت. اه صحيح يا يحيى، هو انت لحقتني ليه؟ مع انك مش جدع يا اخي. عشان اشيلك جميلة يا صالح ومسيرك فيهم هتردها. اه طب بقول لك ايه يا يحيى، انا مش عايزك تثق في دماغك قوي، عارف ليه؟ علشان دماغك دي قد كده. سلام. بقول لك ايه، قبلتك ومزيتك معاك، هنسيبك ونقوم احنا بقى. يلا يلا. كنت وحشني قوي يا حازم. وانت كمان وحشاني قوي، بس انا اول مره احس ان انا عاجز كده. احمد ربنا انك قادر تمشي على رجلك. والحمد لله طبعا، بس بعد ما اهلي اتفرقوا حاسس ان انا ما بقاليش حد. وانا رحت فين بقى؟ لا انت في حته تانيه خالص، انا دايما ببقى مبسوط وانت حواليا. I'm your own kind of drug يعني. دراجون دي يعني تنين صح؟ بقى لي كتير ما بروحش الكورس. كورس؟ فصلان. بقول لك ايه يا هيرو، اسكت خالص. بس بقول لك ايه، اخوك ده جدع جدا، ده عمل ايفنت ولم اصحابنا واحد واحد واكد على كله عشان يجي. بصراحه اخوك ده رجوله، ده كفايه ان هو اللي محاسب على الحاجات دي كلها. ربنا يخليه لي. طب يلا خد اشرب بقى عشان تدخل في المود وكده. ما بلاش يعني يا يارا.
هو ايه النكد ده؟ هاتي هاتي. عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله. لا لسه وشك مسفر، انت ما اكلتيش ولا ايه؟ الوكل مش عاجبك؟ ما تقوليش كده، انا بس مليش نفس. انا عارفه ان انا غلطانه. صح يا نادية، انت غلطتي بس في حق نفسك مش في حق حد تاني، بس حبك لزكريا واضح عليك. انا ما عملتش حاجه غير ان انا حبيت زكريا مستكتر عليا يتجوزني في النور عشان هايدي، ودلوقتي رايح عشان يتجوز عليا. ما انت اللي غلطانه عشان ما حسستهوش انك واقفه جاره اكتر من انا هربت معاه. اكتر يا نادي، لازم تحسس انك واقفه جاره مش عشانه، عشانك وعشان اللي في بطني وعشان انا كمان. عشان عبد الله يخسر. بحلم باليوم اللي يرجع في زكريا القصر، بحلم اشوف عبد الله وهو بيتذل وبيخسر كل حاجه. بس دي فيها موته. عادي يا نادي، ما هو موتني بالحي، اشوفه وهو بيموت وقف جار زكريا، حسس انك بتحبيه وان ملهوش غيرك. رحت فين؟ بفكر. بقولك ايه، ساعديني عشان اقوم. على فين؟ انا لازم امشي من هنا دلوقتي. هساعد زكريا. عال عال، ده انت مراقبها من زمان. عاد انت مين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انا اللي مين وعايزاه لطخ؟ انت اللي مين وعايزاه ومالك ومالها؟ انت بتكلمني كده؟ لو تعالي صوتك ليه اصلا؟ ياد مره اشوفك وانت ماشي وراها من بعيد، ودلوك رافع عينك لفوق مش عايز تنزلها. اقسم بالله ما خلي فيك راجل. يالا يا عم اتكلم على قدك، ما تخليش الادب عليك. ما تزعقش فاهم؟ انت جننت يا دول ايه؟ حصل ايه؟ تعال شوف يا عمي، اللطخ ده شفته ماشي ورا بيتك النهارده في الصبح، ودي مش اول مره. الواد ده على فكره يا عمي مش تمام، وانا مش سايبه غير لما كسر راسه. قلت لك نزل ايدك يا شعبان يا ولدي، وانت هتفضل طول عمرك كده؟ انا اللي قلت له امشي وراها. انت اللي قلت له يا عمي؟ ايوه، عشان يطمني عليها. وانتوا اتفضلوا الحال سابلكم. عجبك ده يا شعبان؟ لميت علينا الخلب، وبكره هتبقى سيرتنا على كل لسان. والله يا عم انا كل اللي جه في مخي مخ. هو انت عندك مخ؟ روح يا ولدي، روح لحالك، روح. ماشي عمي. اسمع هذا لطخله، اقسم بالله العظيم